السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمود الطيب يحييكم من مقبرة أمن محات عصر سنوسرت الأول خبر قارع في بني حسن. من أهم الملاحظات في هذه المقبرة في الفساد، أو وجدت المقبرة من فوق عند النص الأول خالص، هي الألقاب الملكية الخمسة أتت لأول مرة في ألقاب خبر قارع سن وسرت الملك سنوسرت الأول أسرة 12. من أهم حاجة في المكان في اسم إمن تم تدميره بواسطة أخناتون زي ما احنا شايفين. الزوم هنا دي من أهم الحاجات، فكل اسم أمن حتى إمن في كل المقبرة هنا يعتبر مدمر من عصر أخناتون. اسم صاحب المقبرة على إيدك اليمين مثلا، أدي إمن إم حات، إمن والبومة مع كلمة إمن إم حات. في عندنا حاجة مهمة في المقبرة، من أهم الملاحظات في المكان كمرشد ممكن يسألك عنها الجست، اللي هي الأعمدة محمرة شكل الجرانيت. أولا ده حجر جيري، مش فاين لايمستون، ده حجر جيري محمر، فلونه مدي للحمار كده، فتعتقد إنه هو جرانيت ولكن هو حجر جيري. من أهم التكات في هذه المقبرة هو صهر المعادن في الصف الثالث. عندك في نص من العصر المتأخر جرافيتي لأحد الزوار، مع أن المقبرة من عصر أسرة 12، لكن هذا النص من عصر متأخر لأحد زائري المقبرة. كده الجدار الغربي، جدار الشمالي. أهم حاجة في المكان ده في الجدار الشمالي برضو في نوع أنواع كلاب الصيد. صاحب المقبرة يظهر بحجم كبير، مناظر المصارعة. هنا اسم إيمن برضو تم تدميره بواسطة أخناتون زي ما احنا شايفين. هنا مناظر المراكب، دي مناظر الحج إلى أبيدوس. أفراد هذه المقبرة اللي هو صاحب المقبرة وممكن أمه وامراته. نفس الكلام الجدار الجنوبي، أهم المناظر فيه اللي هو قائمة التقدمات اللي هي الكالندر، فيها أرقام الكالندر دي، وربما تكون بير المقبرة. في عندنا أهم منظر هنا الباب الوهمي، وعشان كده ممكن ده يكون البير بتاع المقبرة. وفدفنا ان احنا في توم تشابل مكسورة مقبرة، منظر العازفات، مناظر الصيد، مناظر عصر النبيذ، جمع النبيذ وعصرها عن طريق التدويس بالقدم او عن طريق العصيتين بطرق مختلفة لعصر النبيذ، مناظر الصيد. ده كل أهم حاجة في المقبرة. الفتحات اللي في الأرضية اللي ممكن يسأل عليها الجست، دي ربما استخدمت في عصور لاحقة في استنداد، لكن عندنا في فتحات صغيرة هنا في قاعدة العمود دي لربط الدواب، فدي ممكن الحياة اللي يسأل عليها الجست. محمود الطيب من مقبرة أمن محات بني حسن، شكراً.